سمر، بدنا ننوه انه الانشطه الثقافيه اللي عم تصير اكيد عم تكون ضمن الشروط الاحترازيه، وعم تكون بنسبه حضور 30% واحيانا ايضا بشكل متباعد. رح نبقى باجواء الثقافه يا سمر، ورح نروح لمحطتنا التاليه اللي رح نسلط فيها الضوء على الجديد بالانشطه او انشطه الهيئه العامه السوريه للكتاب التي تقيم ندوتها السنويه بمناسبه اليوم العالمي للترجمه ب 30/9/2020 بمكتبه الاسد الوطنيه بدمشق. سمر، اكيد يا سالي، الندوه تعقد بمشاركه مجمع اللغه العربيه في اتحاد الكتاب العرب وجامعه دمشق، المعهد العالي للترجمه واتحاد الناشرين السوريين ومعهد دمشق للابحاث والدراسات مداد. والحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع بصيرنا نرحب بالاستاذ حسام الدين خضور، مدير مديريه الترجمه في الهيئه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين. اهلا وسهلا فيك استاذ حسام. يعني مثل ما بنعرف انه الندوه الوطنيه للترجمه لها اهميه وهي تقام كل سنه، خلينا نحكي عن هذا الحدث السنوي، عن اهميته ايضا. درجنا في السنوات الخمس الأخيرة على إقامة ندوة وطنية للترجمة بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الذي أصبح يوما دوليا تحتفل به كل دول العالم. وندرس في هذا اليوم مشكلة من مشكلات الترجمة التي هي يمكن أن تكون مهنية وقانونية ويمكن أن تكون لغوية صرفة. ومشكلات الترجمة لا تنتهي، فهي مشكلات حياة، لكن في كل ندوة من هذه الندوات ندرس وإحدى تلك المشكلات، وأيضا نخرج بتوصيات لمعالجة المشكلات الراهنة. والمشكلات هي مشكلات حياة، مشكلات تطور. ففي هذا العام سندرس مشكلة من المشكلات الأساسية التي تواجه المترجم إلى اللغة العربية، وهي مشكلة ترجمة المصطلح. وهذه المشكلة حقيقة مشكلة واقعية، لأنها تعاني من التجزئة السياسية، وهنا تبرز التجزئة السياسية في العالم العربي بشكل جلي، حيث أنها تؤثر على لغتنا العربية ما بين شرق الوطن العربي ومغربه، وأيضا حسب المناطق الثقافية التي تأثرت تاريخيا بالتواصل مع اللغات الأخرى. فهناك مؤثرات للغة الإنجليزية وللغة الفرنسية وللغة الإسبانية وللغة الروسية أيضا، وهذه المؤثرات نرى انعكاساتها في مصطلحاتنا اللغوية، إن كانت علمية أو ثقافية أو معرفية أدبية أو غيرها. فهذه الندوة ستعالج هذه المشكلة وستسلط الضوء عليها بشكل أساسي. والذين حضروا لهذه الندوة مجموعة من الباحثين في اللغة والمترجمين ذوي الاختصاص. تمام، بدأتم منذ فترة باستقبال الأبحاث في الترجمة وحتى 31 آب، كيف يتم التواصل معكم؟ نحن أصدرنا لائحة بالمحاور الأساسية، وزعت إلى الجهات المعنية، وأيضا الصحافة نشرتها ووسائل الإعلام الأخرى، وصار لدى الباحثين في هذا الميدان صورة عن موضوعات الندوة ومحاورها الأساسية. وبالتالي سيوافون مديرية الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب بأبحاثهم التي ستدرسها أيضا اللجنة التحضيرية، وتقرر مدى صلاحية هذا البحث أو الآخر للندوة التي ستقام كما سلف وقلنا في 30/11 من هذا العام. للآن وردنا مجموعة من الأبحاث ومن ذوي الاختصاص، وننتظر قدوم أبحاث أخرى من شتى أنحاء القطر، لأن هذا الموضوع موضوع ذو بعد أكاديمي، وننتظر من جامعاتنا الوطنية أن تساهم في هذه الندوة مساهمة
فعلية وواسعة. نعم أستاذة حسام، خلينا نحكي عن التقييم، أيضا تقييم الأبحاث وفرز هيدا الأبحاث، كيف بيتم تقييمها والأسس طبعا يلي يبنى عليها التقييم والفرز؟ مثل ما ذكرت حضرتك أنتم ناطرين أبحاث طبعا توصل. ستنظر اللجنة التحضيرية في هذه الأبحاث كما سبق وقلت، وستعالجها. نعم. من حيث أهميتها، من حيث توافقها مع المحاور التي أعلن عنها، واللجنة التحضيرية من ذوي الاختصاص، حيث لن تقبل بحثا لا يستوفي الشروط الأكاديمية للبحث. فالبحث ينبغي أن ينحصر ضمن محاور الندوة ويعالج جانبا من جوانب ترجمة المصطلح، إما في ميدان الواقعي بحيث ينظر على سبيل المثال في المؤثرات المحلية والخارجية في ترجمة المصطلح، أو الجانب التقني في حوسة المصطلح، أو يدرس موضوع معاجمنا اللغوية. وفي هذا الميدان أود أن أشير إلى أن معاجمنا حقيقة مشكلة حقيقية، مشكلة واقعية حقيقية. السبب أنها لا تزال ورقية، ونحن نعرف أن المعجم الورقي في اليوم الذي يصدر فيه يكون متخلفا زمانيا نحو 20 عاما، وفي 20 عاما يمكن أن تكون قد دخلت اللغة مجموعة كبيرة من المفردات والمصطلحات التي تكون خارجه. وفي هذا الميدان ثمة حاجة حقيقية للمعجم الإلكتروني الذي يحدث، لن أقول كل يوم لكن كل أسبوع. ففي هذه الحالة نكون على تواصل مع المفردات والمصطلحات التي تدخل إلى العالم العربي. أكيد. نعم. خلينا نتحدث عن واقع الترجمة اليوم في سوريا، كيف ترى نشاط الترجمة كمان؟ الترجمة في بلدنا حقيقة عمل ملموس. هناك الهيئة العامة السورية للكتاب التي تفرض لهذا النشاط جانبا من اهتمامها في وزارة الثقافة السورية، وهناك مجموعة كبيرة من دور النشر الخاصة التي تعمل أيضا في الترجمة، وهناك عدد كبير من المترجمين السوريين الذين يعملون في الترجمة من شتى اللغات، والمترجم العربي السوري مترجم له دوره وله سمعته الكبيرة. نعم. في العالم العربي. فالترجمة في الجمهورية العربية السورية هي للسوق المحلية وللسوق العربية أيضا، ويمكنني أن أقول حتى للسوق الدولية. وفي هذا الميدان الترجمة حقيقة متعددة الأشكال، منها التحريري ومنها الشفوي، وفي الميدانين للمترجم السوري سمعة جيدة. وهذا النشاط ينعكس في مجموعة من الإصدارات السنوية التي هي في تزايد مستمر. نعم. إن كان في سوقنا المحلية أو في السوق العربية. تماما، يعني حكينا نحن عن واقع الترجمة وهيك أكيد مرقنا عن نشاط، وأيضا خلينا نحكي عن كيف عم تشوف نشاط المديرية الترجمة أيضا بظل الظروف يلي نحن عم نعيشها. يمكن أستاذة حسام الدين يعني ظروف صعبة عم نعيشها، ولكن نحن ما توقفت هيدي العجلة عنا، وأيضا نشاطات المديريات ما توقفت. نشاطات الترجمة في وزارة الثقافة في الهيئة العامة السورية للكتاب. نعم. من خلال مديرية الترجمة. نعم. عمل مستمر لم يتوقف، بل ربما تطور نوعيا وكميا. نعم. حيث أننا في مديرية الترجمة نعمل على أن نترجم سنويا
وفق خطة تضعها أيضا لجنة من المتخصصين تأخذ في الحسبان الكتب التي ينبغي أن تترجم في شتى حقول المعرفة الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والصحة العامة. وفي هذا الميدان نصدر سنويا عشرات الكتب في شتى مجالات المعرفة. نعم أكيد، متشكرك أستاذ لوجودك معنا، متشكر حضرتك ولقامتك الأدبية الرائعة، منشوفك بحلقات قادمة ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا للأخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام.